حكايتنا بتبدأ بلقطة الذكريات لأصحابنا، وبنشوفنا ناكو الرقيقة بتفكر إيجي بأول مرة تقابله فيها سوا، وده كان في نادي الشعر. وقبلها كان إيجي بيتمشى بعد يوم طويل اتخانق فيه مع ولاد ضايقوه، وكلامه معاهم كان له إيقاع موسيقي عجبه قوي، وهو اعتبر إن اللي قاله ده شعر، ومن ساعتها وهو بيحب الشعر قوي. ولما شاف لوحة إنه فيه ورشة شعر راح علشان يكمل في الموضوع ده، وبنلقاه أول ما بيوصل للمكان بيدخل على الموجودين بطريقته الجامدة وبيطلب منهم ينضم ليهم، وبيلاقي انهم قربوا يخلصوا لكنه برضه بياخد كرسي وبيقعد وهو مبسوط، وبيقول انه من اول دقيقه بيحس انه اندمج مع المكان. وبعدها على طول بتقوم ناكو الرقيقه وبتقول قصيدتها، وايجي اول ما شافها اتشد لها قوي، وبيلفت نظره كمان زيها المدرسي وانها من نفس مدرسته. وبنشوفنا ناكو بتقف بطريقتها الرقيقه وفي ايديها اللوحه بتاعتها وكاتبه فيها الشعر الجميل واللي له وقع السحر على الموجودين، وبيجي الدور على إيجي علشان يقول شعره هو كمان، وبعد ما بيقف بكل حماس لكنه بيقول أي كلام، والموجودين بيستغربوا كلامه وكل بيبصله وساكت، وإيجي بيتأثر قوي وبيكون نفسه حد يعجبه كلامه ويحس بيه، وبيكون الشخص ده هو ناناكو الرقيقة، وبيسمع إيجي صوتها وهي بتسقف له وبيتأثر قوي لدرجة إنه بيروح بسرعة وراها وبيوقفها. وبنلاقي فجأة إيجي وحش المدرسة الجامد بيقول لها أنت لما سقفتي لقصيدتي ده خلاني فرحان قوي وبيشكرها على رقتها معاه، وبعدها بيسيبها وبيقول لها اشوفك على خير. وفي لحظة واحدة بيتبدل الموقف، وناناكو بتحس بحد قريب منها وهي اللي دايما بتكون موجودة لوحدها، فبتحاول هي ان هي توقفه، وايجي بيخاف عليها ان هم يتمشوا سوا لان سمعته سيئة بين زمايله بسبب خناقاته الكتيرة، وبيطلب منها ايجي تعلمه طريقة كتابة الشعر اللي هو حبه اكتر لانه جمعهم سوا. وبنعرف ان هو اللي اقترح عليها تعبر عن اللي هي عايزة تقوله بطريقة الكتابة، وقال لها زي ما انت بتكتبي الشعر ممكن كمان تكتبي الكلام اللي عايزة تقوليه. وده كان يوم مميز قوي في حياتنا ناكو. روحت البيت وهي بتفكر في إيجي، ومامتها حست بالتغيير ده، ولما اتكلمت معاها وناناكو صرحتها باهتمامها بيه وانها نفسها تشوفه مرة تانية، مامتها اقترحت عليها تروح نفس المكان مرة تانية وهي يمكن تلقى هناك. ولما راحت ناناكو لقيت إيجي مش موجود لكنه سايب بعض الكلام على لوحة الشعر، وهي كمان ردت عليه بقصيدة على نفس اللوحة. وبعدها فرحت قوي لما راحت تاني مرة ولقيته قرى كلامها، وردوا عليها كان بأنه كلامها بيفرحه وبيديله ثقة في نفسه، وبعد كده بيشكرها. واستمرت الحكاية بينهم شغالة على الحال ده طول الأجازة، والتواصل عن طريق لوحة الشعر، وكانوا بيتكلموا في كل حاجة في حياتهم هما الاتنين. وبعدها ناناكو بتقوله عن شجرة جميلة هي دايما بتروح عندها وعايزة توريها له لما تظهر، وبيتوعدوا انهم يتقابلوا عند الشجرة دي علشان يكتبوا الشعر. وناناكو بتكون سعادتها ملهاش مثيل لما بتقرأ رد إيجي، وبتفضل ناناكو تستنى لحد ما بيجي معادهم سوا، وبتروح عند مكان اللوحات بس بتتفاجئ بانه هو ما جاش في اليوم ده. وناناكو على قد ما كانت فرحانة من شوية بتتضايق قوي بعد ما سمعت انه هو هيسيب المدينة خالص، وبتاخد لوحتها اللي كتبت عليها شعرها له وبتجري تدور على إيجي في كل مكان، وكل ما بتسأل عليه حد في طريقها بيقول لها عليه انه شرس ومتمرد، لكن هي مش مصدقة غير نفسها. وبنشوفها رغم انها بتعيط لكن مصرة تلقاه وتعرفه انه لولا كلماته ليها كانت هتفضل وحيدة وبعيدة عن العالم كله. وبدأت فعلا ناناكو كأنها غضبانة وبتصرخ من جواها بانه لازم يعرف كل ده علشان ما يسيبش المكان. كل الكلام ده كان بيدور جوا ناناكو وهي مستمرة في الجري، وبعدها بتقول انها محتاجة له فعلا جنبها، وبتفضل تجري لحد ما بتروح للمكان عند الشجرة الجميلة، والمفاجأة انها بتلاقي إيجي قدام الشجرة وبيكتب الشعر واخر روقان، وهي بتحس ان دي اللحظة المناسبة وبسرعة بتوريله لوحة الشعر اللي كانت معاها طول الطريق، فبتفرحه قوي كلمات اللي هي كاتباها له، واكيد هو كمان بيحس بيها قوي. ومن اللحظة دي بتبدأ اول علامة في قصة حبهم، وناناكو بتكون سرحانة في الذكريات الحلوة دي. بس دلوقتي لما بتشوف إيجي نايم قدامها ورايح في النوم خالص بتضحك ناناكو الكيوت، وشكلها كده هتفضل تحبه زي ما هو. كده يكون خلص الفيديو بتاعنا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اعجاب وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. باي باي.